وقد نشرت منصات إخبارية شهادة الأسير فريد أبو العلا الذي أفرجت عنه إسرائيل بعد اعتقاله مدة شهرين، حيث تحدث عن فظاعات يتعرض لها الأسرى داخل المعسكرات الإسرائيلية، ومنها التكبيل وعصب الأعين لأيام طويلة وتعرض السجناء للإهانات اليومية. اعتقلوني في 9/2 من ممر آمن، بسموهم ممر آمن لكن هو مش آمن بالمرة، قال ممر آمن المدنيين مرقوا منه ومرقنا مدنيين لا مسلحين ولا بنعرف على السلاح، وعمري 50 سنة، وأخذونا ورموا أولادنا ونسواننا في الشارع بدون مأوى بدون واحد يعيلهم، وأخذونا ورموهم للمجهول. ضلينا 55 يوم مغميين ومكلبشين، تخش الحمام وكلبش. أوضاع لا إنسانية، حياة لا إنسانية بالمرة. البول هم دولة الإنسانية. أو أوضاع مزرية بالمرة. تاكل وتشرب وأنت مكلبش، تخش الحمام وأنت مكلبش، ما تشطفش على حالك. تمام؟ النوم بمعاد، تبقوا في الصلاة، ممنوع الصلاة، وأحيانا ما نقولك على مكان ثاني يشفقوا عليك شوي، تصلي على السكت بعينيك. بدون وضوء، بنجاستك. بتاكل وإيدك وسخة ما تروح الحمام، الحمام مرتين في اليوم فقط لا غير. تمسك حالك تدبر حالك يا مية يا براز. أوضاع غير إنسانية. فأنا رسالتي لكل واحد في الشعب الفلسطيني ما يسلمش حاله، ما ينحطش أسير، يموت حاله فيه وما يتعسر.